بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا وسهلا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني في التداول. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الأول من سلسلة المدخل إلى دراسة الشموع اليابانية، حيث تعتبر الشموع اليابانية إحدى طرق تمثيل حركة الأسعار والسلع والعملات في الأسواق، سواء سوق الفوركس أو سوق الخيارات الثنائية. مبدئيا كده عندي ثلاث أنواع رئيسية لتمثيل حركة الأسعار: الرسم البياني اللي هو الشارت، رقم واحد المخطط الخطي لاين شارت، 2 مخطط الأعمدة بار شارت، رقم 3 مخطط الشموع اليابانية كاندل ستيك شارت. هنتكلم دلوقتي عن مكونات مخطط الشموع اليابانية. عندي نوعين من الشموع اليابانية اللي بيظهروا على الشارت. النوع الأول شمعة المشترين اللي هم الثيران البيرز، وبيكون لون الجسم أخضر شرائي، وسعر الفتح أسفل الشمعة وسعر الإغلاق في الأعلى، أدنى سعر في أسفل مستوى وأعلى سعر في أعلى مستوى كما هو موضح على الرسم. الثاني شمعة البائعين اللي هم الدببة السيلرز، بيكون لون الجسم أحمر بيعي وسعر الفتح في أعلى وسعر الغلق في أسفل، وأدنى سعر في أسفل المستوى وأعلى سعر في أعلى المستوى للشمعة. وعندي شوية ملاحظات على الشموع اليابانية. رقم واحد، الشموع اليابانية هي أساس التحليل الفني وأصل حركة الأسعار، ويمكن التداول بها فقط بدون استخدام أي مؤشرات أخرى. رقم 2، تعدد نماذج الشموع اليابانية يسمح لنا بقراءة وفهم الأسعار الحالية، بالإضافة إلى التنبؤ باتجاهات الأسعار في المستقبل. رقم 3، تسمح لنا الشموع اليابانية بمعرفة الجانب النفسي للمتداولين من خلال اسم الشمعة وشكلها وحجمها ولونها. رقم 4، يمكن استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشرات أخرى مختلفة للوصول إلى تحليل فني أدق وأشمل. رقم 5، توظيف نماذج الشموع اليابانية بشكل صحيح مع أي استراتيجية أخرى أكيد هيرفع من نسبة نجاح هذه الاستراتيجية ويؤكدها. رقم 6، تساعدنا الشموع اليابانية في تحديد نقاط الدخول وجني الأرباح بدقة عالية. رقم 7، إذا وصلنا إلى درجة عالية من احتراف الشموع اليابانية سوف يصبح بإمكاننا التداول بها بمفردها دون أي مؤشرات أخرى، وخاصة على الفريم اليومي، لأنها تسمح لنا بتحديد الاتجاه سواء كان صاعدا أو هابطا أو عرضيا، كما أنها تساعدنا في تحديد مناطق البيع أو الشراء وتحديد مناطق الدعم والمقاومة. رقم 8، أصلا في نماذج انعكاسية لها شروط معينة، إذا توفرت هذه الشروط يمكن معرفة الاتجاه الذي سوف تسير فيه الأسعار، علما بأن الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه هي مجرد علامة مبكرة على الانعكاس، وليس شرطا أن يحدث الانعكاس بعد تكون هذه النماذج مباشرة. رقم 9، إمكانية التداول بالشموع اليابانية بيكون أكثر دقة على الفريم اليومي، بعد كده يأتي فريم الأربع ساعات، أما الفريمات الصغيرة فبتكون غير مناسبة للاعتماد عليها في الشموع اليابانية. وعلى الرغم من ذلك فإن قوة الشموع اليابانية لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق. ويبقى السؤال، ماذا تعني لنا الشموع اليابانية كأجسام وكظلال فقط بدون الحاجة إلى أسماء؟ ماذا يحدث خلال تكون الشموع اليابانية بدءا من الافتتاح وحتى الإغلاق؟ كل شمعة تشاهدها على الشارت هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل
في مدة زمنية محددة بين المشترين اللي هم الثيران والبائعين اللي هم الدببة. ويجب معرفة أنه عند التحليل باستخدام الشموع اليابانية نحن نحتاج إلى فهم ما يحدث داخل الشمعة وما حدث قبل تكون هذه الشمعة حتى نستطيع أن نتنبأ بما هو قادم، وبناء على ذلك يمكن اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء. المحاضرة القادمة إن شاء الله نستعرض 3 مجموعات من نماذج الشموع اليابانية من حيث قوتها في التأثير على حركة السوق، وإلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني من المدخل إلى الشموع اليابانية في كورس التحليل الفني لأسواق التداول. لا تزال المعركة قائمة بين الثيران والدببة في سوق المال والأعمال، ولا تقف هذه المعركة إلا يومي السبت والأحد من كل أسبوع. ولكن كيف يمكن معرفة قوة كل طرف في هذه المعركة؟ أو ماذا تعني الشموع اليابانية كأجسام وظلال بدون الحاجة إلى أسماء؟ ماذا يحدث خلال تكون الشمعة اليابانية من الافتتاح حتى الإغلاق، أو كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل؟ نقول بالله التوفيق. كل شمعة تشاهدها على الرسم البياني هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل ولا زالت تحدث بين المشترين الثيران البولش والبائعين اللي هم الدببة البرش. عند التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية في هذه الحالة نحن في حاجة إلى أن نفهم ما يحدث داخل الشمعة وما حدث قبلها حتى نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث بعدها، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء. لذلك سنقسم الشموع اليابانية من حيث قوتها إلى 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 شمعات. سيتم قراءة هذه الشموع اليابانية في هذه المجموعات ومعرفة دلالتها من حيث حجم الجسم وأطوال الظلال ولون الشموع. المجموعة الأولى كما هو واضح على الرسم تتكون من 4 شمعات A و B و C و D. الشمعة الأولى A هي شمعة بدون ذيول علوية أو سفلية، لونها أخضر. تخبرنا هذه الشمعة عن حالة السوق ونتيجة المعركة الدائرة بين الطرفين. كانت النتيجة النهائية فوز المشترين اللي هم الثيران البولش بلا أي منازع من البائعين وبدون أي مقاومة. كيف عرفنا ذلك؟ عدم وجود ذيول في الشمعة يخبرنا أن الثيران قضوا على الدببة بشكل كامل. هذه الشمعة تحمل معها عامل نفسي إيجابي للمشترين، وهو أنهم طالما هم الذين تفوقوا وكسبوا المعركة فإن ذلك سيرفع من حالتهم المعنوية ويرفع من قدرتهم على كسب المعركة القادمة. لذلك عند ظهور هذه الشمعة بهذا الحجم الكبير وبهذا اللون الأخضر ومن غير ظلال علوية ولا ظلال سفلية، يبقى على طول تتوقع بعدها شمعة خضراء شرائية، لأن الشمعة الخضراء الكبيرة دي اللي قدامي بتديني معلومة بأن المشترين حطموا البائعين، عشان كده الجولة القادمة هتكون للمشترين. فلو ظهرت لك الشمعة دي ادخل بعدها مباشرة صفقة شراء رابحة بنسبة 100% إن شاء الله. بالنسبة للشمعة بي عكس الشمعة إيه في اللون، لكنها زيها في الحجم بدون ذيول سفلية أو علوية،
أيضا تعطينا قراءة لحالة السوق ونتيجة المعركة بين الطرفين، حيث كان النصر في النهاية هو فوز الدببة بلا منازع وبدون أي مقاومة من الثيران. أيضا عدم وجود ذيول في الشمعة يخبرنا بأن الدببة قد قضوا على الثيران بشكل كامل، وعلى ذلك فإن الجولة القادمة ستكون لهم، عشان كده تقدر تدخل مع البائعين بكل ثقة صفقة بيع. الشمعة سي الخضراء، وجود الظلال في الشمعة يديني دلالة أنه كانت هناك مقاومة من البائعين، عرفنا ذلك بناء على ذيول الشمعة، والتي من خلالها أي من خلال هذه الذيول نستطيع أن نفهم حجم مقاومة البائعين في هذه الحالة. ولكن لأن جسم الشمعة لا زال كبير، فإننا نتوقع أن السعر ممكن يكمل في نفس اتجاه الصعود، مفيش مشكلة، وخاصة إذا كانت الشمعة التي قبلها لونها أخضر. خد بالك أن النتيجة النهائية لأي معركة ما بين البائعين والمشترين لا يمكن معرفتها إلا بعد إغلاق الشمعة إغلاقا تاما. وكمان خد بالك الأجسام الكبيرة في الشموع بتحمل في طياتها أي في داخلها القوة، وبتديني إشارة بالقدرة على الاستمرار في نفس الاتجاه. الشمعة دي في نفس المجموعة، لاحظ أنها شمعة حمراء بذيول علوية وسفلية، لها تقريبا نفس خواص الشمعة سي من حيث الحجم والذيول، وكل ما قيل عن سي من حيث القوة والاتجاه من الممكن أن يقال على هذه الشمعة. وجود الذيول العلوية والسفلية نفهم منها أنه كانت هناك مقاومة من المشترين، لكن جسم الشمعة الكبير يعطي دلالة باستمرار السعر في نفس الاتجاه الهابط، وخاصة إذا كان الشمعة التي قبلها أيضا لونها أحمر. يجب ملاحظة أن هذه الشموع يظهر تأثيرها القوي وأثرها الفعلي على الفريم اليومي، وعلى ذلك فإن هذه الشموع بهذا الحجم الكبير في الأجسام فإنه يمكنها التحكم في الاتجاه، لذلك يطلق على مثل هذا النوع من الشموع شموع اتجاهية، حيث يغلب عليها طابع القوة لكون أجسامها كبيرة وذيولها إلى حد ما غير طويلة أي قصيرة، كما أن لون الشمعة يعطي إيجابية للفئة التي كسبت، كما في الشمعة A وB حيث المعركة حسمت، وعرفنا ذلك من خلال الشمعة نفسها، وبناء على ذلك نستطيع أن نستنتج أن هذه المجموعة تمثل شموع اتجاهية. أما المجموعة الثانية هي أيضا تتكون من 4 شموع تجمعها إلى حد ما صفات مشتركة، كما بالشكل A وB وC وD. هذه المجموعة تختلف عن المجموعة الأولى من حيث قصتها في المعركة، الأجسام الصغيرة تدل على أنها أقل إيجابية عن الشموع التي قبلها. ظهور مثل هذه الشموع يعني أنها شموع انعكاسية يمكن أن تغير اتجاه السعر السابق. أطوال الذيول يديني دلالة أنه كانت هناك مقاومات من كلا الطرفين، وأن أي من الطرفين لم يستسلم للآخر بسهولة. وملخص هذه الأشكال، الجسم يعبر عن القوة حيث أن حجم الجسم يتناسب طرديا مع قوتها، أي كلما زاد حجم الجسم كلما كان صاحبه أكثر قوة، كما أن ذيول الجسم تعبر عن المقاومة، وبينهما أيضا علاقة طردية، أي كلما زاد طول ذيل الشمعة فهذا دليل على زيادة المقاومة من الطرف الآخر. أما لون الشمعة فهو يعبر عن النتيجة النهائية للمعركة، فإذا كان لونها أحمر فقد حسمت لصالح البائعين، أما إن كان لونها أخضر فقد حسمت المعركة لصالح المشترين، بالإضافة
إلى أنها تبين لي سعر الفتح وسعر الغلق. أما المجموعة الثالثة والأخيرة والتي يمكن من خلالها، أي من خلال حجم أجسامها وطول الظلال وألوان الشموع، نستطيع أن نفهم نفسية المتداولين في السوق واتجاه السوق، ومن خلالها بنعرف السوق رايح فين. المجموعة الثالثة أيضا تضم أربعة شموع A و B و C و D. هذه المجموعة من الشموع بيكون فيها سعر الفتح هو نفسه سعر الغلق. عدم وجود الأجسام في هذه المجموعة يدل على أن المعركة لم تحسم لصالح أحد من الطرفين، لذلك يطلق عليها الشموع المحيرة. تدل على أن المعركة كانت متعادلة، ليس فيها رابح ولا خاسر. هذه الشموع تعتمد على ما بعدها في عملية التداول. عشان كده لما تظهر هذه الشموع بغض النظر عن أسمائها، استنى وشوف الشموع دي هيجي بعدها شموع لونها ايه. اذا كان بعدها شموع حمراء فسوف يكمل الاتجاه الى اسفل، اما اذا كان ما بعدها شموع خضراء فان الاتجاه سيكون الى اعلى. على الفريم اليومي تظهر خواص الشموع اليابانية بشكل واضح، وفي النهاية فإن هذه الشموع تحمل في طياتها الشك وعدم اليقين، نظرا لأنها ليس لها لون ولا جسم، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف لمن ستكون السيطرة، أهي للبائعين أم للمشترين. هذه الشموع بتديني إيحاء بأنه قد يضعف الاتجاه السابق أو يتغير بالكامل، حيث تمثل الذيول الطويلة مستويات مقاومة ودعم في وقت واحد حسب تواجدها في السعر. ونستطيع أن نلخص محاضرة اليوم في عدة نقاط. رقم واحد، كل شمعة تشاهدها على الرسم البياني هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل بين البائعين الدببة البرش والمشترين الثيران البولش في مدة زمنية محددة. رقم 2، هذا معناه ان كل شمعة تظهر امامي على الشارت ليست مجرد سعر فتح وسعر غلق فقط، لكن فيه جيش كبير وطويل وعريض من التجار وراء تكون هذه الشموع بهذه الكيفية. رقم 3، نتيجة المعركة في كل شمعة لا تكتمل الا عند اغلاق الشمعة عند مستويات معينة أو في أماكن معينة. رقم 4، لون الشمعة يحدد نتيجة المعركة. رقم 5، كل شمعة تحكي لنا قصتها دون أن تتكلم. جسم الشمعة الكبير يدل على قوة الاتجاه السابق أو الاتجاه الذي سينطلق إليه واحتمالية الاستمرار. عندما يكون جسم الشمعة صغير وذيلها أطول منها فهي تدل على صراع قوي بين البائعين والمشترين. عندما يكون جسم الشمعة صغير أو متناهي في الصغر فهذا يدل على ضعف الطرفين المشترين والبائعين. رقم 6 والأخيرة، نتيجة المعارك المتتالية والمتشابهة يعطيك دلالة عن من هو الذي سوف يسيطر على السوق في المرحلة القادمة، على أساس أن التاريخ يعيد نفسه، حيث يعطي دلالة على الاتجاه الأقوى للسعر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نستعرض جميع النماذج الانعكاسية للشموع اليابانية. أهلا ومرحبا بكم في كورس التحليل الفني. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الجزء الثالث من سلسلة الشموع اليابانية، عنوانه أنواع النماذج في الشموع اليابانية. في هذه المحاضرة سوف نستعرض أنواع هذه النماذج وأشكالها وأسمائها وكيفية التداول بها، والهدف من ذلك هو تجهيز المتداول
لاستخدام هذه المعلومات في عملية التداول. مبدئيا كده الشموع اليابانية هي طريقة لعرض الأسعار، وفي نفس الوقت أسلوب تحليل فني قوي وفعال. هذا يعني تقريبا أنه لا يوجد شرط أقوى وأوضح من الشموع اليابانية. من حيث النوع يوجد نوعان من نماذج الشموع اليابانية. النوع الأول نماذج شموع يابانية انعكاسية، النوع الثاني نماذج شموع يابانية استمرارية. أولا النماذج الانعكاسية، وظيفتها أنها ترشح السعر في معظم الأحوال إلى تغيير سلوكه السابق، وتعتبر الأكثر عددا في سلسلة الشموع اليابانية. عشان كده احنا بنستخدمها كتير في الأماكن والاستراتيجيات التي تعتمد على الانعكاسات، مثل أماكن الدعم والمقاومة. ويجب معرفة أن النماذج الانعكاسية يوجد منها نماذج مفصلية قوية في الانعكاس وأخرى أقل تأثيراً، إلا أنها تظل أيضاً لها خاصية الانعكاس، ولكن ليس بنفس قوة النماذج المفصالية. وهذا معناه أن النماذج الانعكاسية نفسها تنقسم إلى قسمين. الأول نماذج انعكاسية قوية تسمى مفصلية، يكون لديها القدرة على تغيير السلوك السابق وعكسه. ثانيا نماذج انعكاسية أقل قوة، ولكن هذا لا يعني أنها غير فعالة في قدرتها على إحداث الانعكاس، فهي تبقى فعالة ونتعامل معها على أنها انعكاسية، ولكن في ضوء بعض الشروط الأخرى على الشرط. ثانيا النماذج الاستمرارية، وظيفتها أنها ترشح السعر في معظم الأوقات إلى الاستمرار في نفس الاتجاه السابق لها، بمعنى أنه إذا كان الاتجاه صاعد فهي تعطينا دلالات على أن السعر سوف يكمل صعود ولن ينعكس، ونفس الحال إذا كان الاتجاه هابط، هذه النماذج تعطي دلالات باستمرار الهبوط وأن السعر سوف يستمر في اتجاهه. وتعتبر النماذج الاستمرارية أقل عدداً في سلسلة الشموع اليابانية. أما بالنسبة لأشكال الشموع اليابانية، يوجد العديد من الأشكال التي تحدد نوع النموذج والدور المتوقع منه في عملية التداول، سواء بالبيع أو بالشراء أو بالانتظار. ومهما اختلفت أنواع هذه النماذج من حيث كونها انعكاسية أو استمرارية، ومهما اختلف دورها فهي تندرج تحت التصنيفات الآتية. لدينا 4 تصنيفات للشموع اليابانية. رقم 1 نماذج تتشكل من شمعة واحدة، 2 نماذج تتشكل من شمعتين، 3 نماذج تتشكل من 3 شمعات، 4 نماذج تتشكل من أكثر من 3 شموع. علما بأن هذه الأنماط أو هذه النماذج الأربعة مهمة جدا أن يفهمها المتداول من أجل أن يستطيع أن يتداول بها ويكون مهيئا لعملية التداول. أولا النماذج المكونة من شمعة واحدة، عندي 7 نماذج: 1 دوجي، 2 خط الحزام الحاجز بيلت هولد لاين، وينقسم إلى قسمين: بولش بيلت هولد لاين وبيرش بيلت هولد لاين. 3 الموجة العالية هاي ويف، 4 المطرقة هامر، 5 الرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجينج مان، 6 المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر، 7 النجمة الطائرة شوتينج ستار أو تسمى نجمة المساء. ثانيا نماذج الشموع اليابانية المكونة من شمعتين، وهي عبارة عن 8 أنماط. الأول الحصار انجلفينج، وينقسم إلى الحصار الصاعد الشرائي بوليش انجلفينج باترن، الحصار الهابط البيعي. ثانيا الاختراق بيرسينج. ثالثا غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر. رابعا هرامي المرأة الحامل. خامسا هرامي كروس هرامي. سادسا الهجوم المضاد كونتر اتاك.
وينقسم إلى قسمين: هجوم الثيران المضاد بوليش كونتر أتاك، هجوم الدببة المضاد بيريش كونتر أتاك. تابعا البرج تاور، وينقسم إلى قسمين: برج القمة تاور توب، وبرج القاعدة تاور بوتوم. سابعا البرج تاور، وينقسم إلى قسمين: برج القمة تاور توب، وبرج القاعدة تاور بوتوم. ثامنا الملقات أو التوأم تويزرز، وينقسم إلى ملقات القمة تويزرز توب، وملقات القاعدة تويزرز بوتوم. ثالثا النماذج الإنعكاسية المكونة من 3 شمعات، وهي مكونة من 7 أنماط: 1 دوجي نجمة دوجي ستار، 2 نجمة الصباح مورنينج ستار، 3 نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، 4 نجمة المساء إيفنينج ستار، 5 نجمة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار، 6 الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كروس، 7 الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز. أما النماذج الاستمرارية فهي عبارة عن 3 أنماط: 1 الطرق الثلاثة الصاعدة رايسينج 3 ميثودز، 2 الطرق الثلاثة النازلة فيلينج 3 ميثودز، رقم 3 النافذة ويندو. أما الأنماط المكونة من أكثر من 3 شموع مثل نموذج الثمانية خطوط سعر جديدة. وهذا على سبيل الإجمال والحصر، وسنتابع التفاصيل بإذن الله في المحاضرات القادمة. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الرابع والأخير في سلسلة مقدمة إلى دراسة الشموع اليابانية في التحليل الفني للأسواق المالية. أحب أوضح أن الكورس ده خاص بالتداول على أزواج العملات، عشان كده أنا مش هجيب سيرة وقف الخسارة أو تحديد الأهداف، لأن دي مصطلحات خاصة بسوق الفوركس ولا تستخدم في الباينري. وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من هذا الكورس سنبدأ بشرح كورس جديد خاص بسوق الفوركس. تكلمنا في الثلاث مقدمات السابقة عن الشموع اليابانية، وعرفنا يعني إيه شمعة ومما تتكون وما دلالة لون الشمعة وماذا يعني لي كمتداول حجم الشمعة وأطوال ذيولها. وقلنا أنه كلما كان حجم الشمعة كبير كلما دل ذلك على قوة صاحبها، سواء كان بائعا أو مشتريا بوليش أو بيريش. وكلما كانت الذيول طويلة كلما كانت المقاومة كبيرة، وقلنا أن هذه الذيول قد تمثل دعم أو مقاومة على حسب المكان الذي تتواجد فيه. واختصرنا جميع أنواع الشموع اليابانية المهمة بالنسبة للمتداول إلى حوالي 25 نموذج تقريبا، منهم حوالي 22 نموذج انعكاسي وثلاث نماذج استمرارية. وقلنا أن نماذج الشموع اليابانية بأنواعها تنقسم إلى 4 مجموعات: نماذج تتكون من شمعة واحدة، نماذج مكونة من شمعتين، نماذج مكونة من 3 شمعات، نماذج تتكون من أكثر من 3 شمعات. أما عن كيفية التداول بهذه النماذج فهناك عدة قواعد وشروط يجب الالتزام بها أثناء التداول. أولا بالنسبة للنماذج الإنعكاسية، لابد أن نفهم أن مصطلح نماذج إنعكاسية في الشموع اليابانية لا يعني بالضرورة أن السعر سوف ينعكس مباشرة، وإنما معناه العملي أن السعر مرشح لتغيير مساره في المرحلة القادمة، وانعكاس السعر هو أحد الخيارات المتاحة. طيب ما هي هذه الخيارات المتاحة أمام السعر في حال تشكل النموذج الإنعكاسي؟ عندي 3 احتمالات. الأول السعر يكون في اتجاه صاعد، يتشكل فيه نموذج إنعكاسي ينعكس السعر بعده مباشرة كما في هذا المثال. الثاني السعر يكون في اتجاه صاعد، يتشكل فيه نموذج إنعكاسي، ولكن هذا النموذج يدخل السعر في اتجاه عرضي نسميه مرحلة انتقالية تسبق الانعكاس الكلي، ثم ينعكس الاتجاه بعد ذلك كما في المثال الذي أمامي. أما الاحتمال الثالث هو استمرار الاتجاه بعد مرحلة انتقالية،
كما في المثال الذي أمامي، يعني بيكون عندي السعر في اتجاه معين وليكن صاعد، ثم يتشكل معي نموذج شموع يابانية انعكاسية. هذا النموذج يدخل السعر في مرحلة انتقالية كما هو موضح على الشارت، ولكن بعد هذه المرحلة الانتقالية يحدث استمرار لنفس اتجاه السعر الرئيسي الذي كان يسير فيه، وفي هذه الحالة يكون بسبب فشل النموذج الانعكاسي بسبب ضعفه. عشان كده لازم تعرف ان النماذج الانعكاسية نوعين. رقم واحد، نماذج مفصلية تدل على وجود احتمالية كبيرة جدا لعكس الاتجاه. 2، نماذج أقل درجة من النماذج المفصلية لكنها تبقى نماذج انعكاسية ترشح السعر لتغيير مساره السابق. وعلى وجه العموم احنا دايما بنتعامل مع النماذج الانعكاسية على أنها انعكاسية، سواء كانت قوية أو ضعيفة، مفصلية أو غير مفصلية، من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. وأهم ما يميز هذه النماذج الانعكاسية أنها رقم واحد، لازم تيجي في ترند صاعد أو ترند هابط ولا تأتي في اتجاه عرضي، وإذا جاءت في اتجاه عرضي فإن السعر بعد ذلك مرشح لعكس الاتجاه. رقم اتنين، في معظم الأحوال النماذج الانعكاسية لا تعكس الاتجاه مباشرة، لكنها تكون دليل ومؤشر وعلامة بتديني إيحاء بقرب انعكاس الاتجاه. رقم ثلاثة، تكون هذه النماذج ذات فاعلية أكبر في عكس الاتجاه السابق لها إذا كانت عند منطقة مقاومة في الاتجاه الصاعد أو عند منطقة دعم في الاتجاه الهابط. رقم أربعة، في أغلب الأحيان لا تعمل الشموع اليابانية بمفردها لكنها تعمل مع بعض النماذج المركبة من شموع أخرى كما سنرى فيما بعد. أما بالنسبة للنماذج الاستمرارية فإنها تعمل بشروط معينة وبضوابط معروفة، سوف نتحدث عنها بالتفصيل حينما نتعرض لأنواع هذه النماذج. وبالنسبة لأسماء الشموع اليابانية فإن أكثر ما يميزها هي الأسماء التي اختارها اليابانيون لها، فهم استقوا هذه الأسماء من الطبيعة ومن الحروب ومن الحياة. من الحياة اعتبروا سوق المال ما هو إلا حلبة صراع كبيرة بين الثيران الذين يمثلون المشترين بوليش وبين الدببة البائعين بيرش. وفي الغالب الأسماء تدل في معظم الحالات على وظيفة هذا النموذج، فهم شبهوا المهزوم بالخاسر والمنتصر بالرابح، كما اعتبروا المحافظة على رأس المال بمثابة الدفاع عن النفس. ومن الحياة استخدموا نموذج هرامي يعني المرأة الحامل، فهي من الشموع الجميلة شكلا وموضوعا، فالجسم الكبير الذي بداخله جسم صغير ما هو إلا تصور لشكل المرأة الحامل. وكما أن الحمل بداية لتحول جذري في حياة أي امرأة، فإن ظهور هذا الشكل على خريطة الأسعار يوحي بميلاد طريق جديد وتغير في حركة الأسعار. كذلك مصطلح نجمة المساء شوتينج ستار، إنذار بحلول الظلام وبداية انخفاض الأسعار. ومصطلح نجمة الصباح مورنينج ستار، هي تبشر بالخير وتعطي تفاؤل بارتفاع الأسعار وارتفاع مسارها بعد هبوط حاد. وكذلك مصطلح غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر، إشارة إلى احتمال سقوط الأمطار أي هبوط الأسعار، إلى غير ذلك من المصطلحات التي سوف نتعرض لمعناها عند شرح كل نموذج على حدة. نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله مع النموذج الأول من نماذج الشموع اليابانية. إلى أن ألقاكم، لكم خالص تحياتي.
كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي لسوق المال والأعمال، وأذكركم وأذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.